الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا حسين حميد من منطقة سترة، أحد المطاردين والمشردين، أعيش في المهجر في ألمانيا بسبب حراكي ونشاطي ضد سياسة هذا النظام الظالم. كوني مواطن بحريني وأحد ضحايا هذا النظام المجرم، أقول وجهة نظري في حوار سلمان بن حمد الفاشل. إن هذا الحوار لا يمثلني، وأنا ضد هذا الحوار الفاشل وضد من يدعم هذا الحوار، لأنه يعطي شرعية للإجرام الذي قام به هذا المجرم. كيف أتحاور مع هذا المجرم وهو المتهم الأول في مجزرة سترة ومجزرة الدوار ومستشفى السلمانية وبشهادة مركز البحرين لحقوق الإنسان؟ أنا مع الحوار الجاد مع الشرفاء مع المؤمنين، لا مع من تلطخت يده بدماء إخوتي. أكرر، أنا لست مع حوار يقوده السفاح سلمان، هذا حوار لا يمثلني. والصلاة والسلام على محمد وآل محمد، والسلام عليكم إخواني جميعا، دمتم بخير، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح.